صباح الخير مشاهدينا، اهلا وسهلا مرحبا بكم. تحيه صباحيه نقدم لكم اليوم من قناه البلاد ومن برنامج 100 دقيقه. الان راكم تشوفوا فينا في هذا المباشر اللي نجيكم هذا السبت 15 فيفري 2020. اليوم نهار راحه بالنسبه لكم وبالنسبه لكثير منكم، انتم اللي راكم مجتمعين عائله كامله. نتمنى دائما تبقى ملمومين ان شاء الله يا ربي، راكم تشربوا في قهوتكم ونقولكم صباح الخير عليكم صحتكم، واللي راكم تجدوا في روحكم باش تروحوا تزوروا اقارب، تروحوا تخرجوا تجوزوا نهار شباب. بداش غدوه ان شاء الله تكونوا اون فورم وتجوزوا بدايه اسبوع موفقه ان شاء الله. اليوم راح نتكلموا على سوجي تري امبورطون، موضوع مهم جدا، وهو التطبيب الذاتي ولا العلاج الذاتي ولا سكون ابل لوطو ميديكاسيون. يكونوا معنا مختصين في المجال بيان سور وخواطر ديالو، واش لازم نعرف في التطبيب الذاتي. في الفقره الثانيه حنستقبل فتاه جزائريه هي كذلك متعلمه وهي طبيبه اسنان في التكوين، ولكن راح نجيبوها لانها حازت على في السنه الاخيره على كانت ضمن الشخصيات الاكثر تاثيرا على اليوتيوب لسنه 2019. الان نبدا بفقره الاخبار السريعه مع زميلي من قسم الاخبار والقسم الرياضي نزيهه بالعيدي. صباح الخير. صباح الخير لك فيصل والعادل، وصباح الخير لكل المشاهدين. وكذلك عادل ياسف، صباح الخير. صباح الخير فيصل، صباح الخير نزيهه، وصباح سعيد لكل المشاهدين والمتتبعين. كاين جديد في الرياضه اليوم؟ كاين، راح نتكلموا عليه. اخبار متنوعه. الاخبار الوطنيه يا نزيهه، والبدايه بحكومه جراد التي تعقد غدا وبعد غد اول اجتماع لها مع الولات. نعم. ما الذي سيضيف للمشهد السياسي هذا الاجتماع؟ نعم فيصل، حكومه عبد العزيز جراد ستعقد يوم غد وبعد غد أول اجتماع لها مع الولات، الذي ينتظر أن يتطرق إلى الانشغالات المباشرة للجزائريين وتطلعاتهم. اللقاء يأتي تحت شعار من أجل جزائر جديدة، تنمية بشرية وانتقال طاقوي اقتصاد رقمي، ويعالج 6 ورشات تتعلق بنوعية حياة المواطن والعقار الاقتصادي ونحو حوكمة متجددة ومتحكمة في التوسع الحضري والمناطق الواجب ترقيتها بالإضافة إلى الرقمنة والذكاء الجماعي. ويهدف اللقاء إلى إحداث القطيعة مع أنماط المخططات المحلية، إضافة إلى وضع نمط حياة المواطن في صلب الاهتمامات مع تقليص الفوارق. في حين يؤكد نواب البرلمان أن لقاء الحكومة بالولات يتوجب أن يخرج بتوصيات واستراتيجية فعالة لزيادة وتيرة التنمية، خاصة بالمناطق التي تعاني من التهميش. طبعا مهم جدا هذا الاجتماع، وكذلك يأتي تزامنا وتماشيا مع أو توازيا مع مخطط عمل الحكومة الذي يعرض على عرض على الغرفة السفلى، الآن يعرض على الغرفة العليا للبرلمان مجلس الأمة. غدا أعتقد سيكون في مجلس الأمة لمناقشته كذلك والمصادقة عليه بحر هذا الأسبوع. إذن ستكون متابعة لقناة البلاد لهذا الحدث كالعادة، الحدث السياسي والاجتماعي، البلاد في التغطية دائما. نعم أكيد. نذهب إلى موضوع آخر يا نزيهة، دجاج الفيوم يلقى رواجا في الوسط التبسي. وش جاب دجاج الفيوم لتبسة؟ نعم فيصل، في هناك شاب قدم على تربية أو إنشاء مشروع لتربية دجاج المسمى بالفيوم ذو سلالة مصرية، وهذا الدجاج الذي يمتاز بسرعة النمو وغزارة إنتاج البيض له فوائد صحية كثيرة، نتعرف عليه في هذا التقرير. وليد عمرني شاب من البتيتة في ولاية تبسة، خلق فكرة لتربية دجاج الفيوم المصري بإمكانيات تقليدية بسيطة لكسب قوت يومه، لكنه تفاجأ بكثرة الطلب على منتوجه، خاصة وأن دجاج الفيوم معروف بجودته العالية. بالنسبة للفيوم هذا هو سلالة مصرية مسمي على اسم الفيوم، منطقة في مصر نجيبوا فيه من العظمة نتاعه وتجي من تونس. بالنسبة فيه هو طلب كبير عند الشعب. يمتاز لحم دجاج الفيوم المصري بطعمه اللذيذ، إضافة إلى أنه مقاوم للمرض، ليصل سعر الصوص الواحد إلى 500 دينار، فيما تصل سعر الدجاجة إلى 2500 دينار، أما البيضة فيصل سعرها إلى 60 دينار. بالنسبة للدجاج الفيومي من أحسن الدجاج المقاوم للأمراض، ويعيش يعني في صحة مليحة. بالنسبة للعظمة نتاعو غالية، يعني
توصل حتى ل 6000. يبقى هذا النوع من الدجاج يساهم في زيادة إنتاج اللحوم البيضاء ذات النوعية الجيدة بنسب كبيرة، وشباب المنطقة يطالبون اليوم الجهات المختصة بدعمهم ومرافقتهم لتطوير مثل هذه المشاريع. تعرفنا على هذا النوع من الدجاج، دجاج الفيوم. كنت حاب لو كان نشوفه كي يكبر وكي يطيب. ايه ان شاء الله. رحت بس اذا ندى بلا كي يطيب روح للمطعم، غرشت بس روح للمسيله المطعم الابيض. ايه في المطعم الابيض وجبات تقليديه تستقطب السياح، لكن مش دجاج الفيوم، وجبات اخرى. نعم فيصل، المطعم الابيض بولايه المسيله الذي يعتبر اول استثمار في السياحه الفلاحيه، يعني بالرغم من انه ولايه المسيله يعني في هناك العديد من المناطق السياحيه، الا انه هذا المطعم له ربما ميزه خاصه تعرفوا عليها في هذا التقرير. بوابة الصحراء بوسعادة أو مدينة السعادة، وأنت في طريقك لزيارة هذه المدينة العريقة أو مارا بها، تأكد أن المطعم الأبيض الذي يعتبر استثمارا فلاحيا سياحيا فريد من نوعه سيشد ناظرك ويستوقفك لا محالة. المطعم بديكوره التقليدي ونوعية طعامه الخاص المتمثل في أشهى وألذ الأجبان والألبان أضحى مقصد العائلات الجزائرية والسياح من داخل الوطن وخارجه. كل مرة نأتي من فرنسا لمدينة ستراسبور إلا ونزور بوسعادة ونأتي إلى هذا المطعم التقليدي الجميل والذي يقدم وجبات تقليدية عبارة عن أجبنة مصنوعة بالطريقة القديمة. جينا من العاصمة نشوف مدينة بوسعادة وتفاجأنا بشفنا بالألبان محلية تاع المطعم هذا، محلية وين شفناها غير في الدول الأوروبية، هذا الأجبان بكل الأنواع تاعها. السياحة الفلاحية جسدها صاحب مطعم كردادة من خلال الاستثمار في إنتاج مختلف أنواع الأجبان وتقديمها للزبائن وسط ديكور تقليدي بلمسة بوسعادية خاصة. مرحبا بكم أول شيء في المجبنة كردادة المطعم الأبيض، إطعام الأجبان البيضاء للزبون تاعنا كفكرة للسياحة الفلاحية التي أنشأنا بها هذا المطعم، وقمنا بإنتاج مجموعة من الأجبان هي عبارة عن إنتاج طبيعي من حليب البقر وحليب الماعز، وحاولنا أننا نجعلوها شيء جميل كصورة سياحية لمدينة بوسعادة. المطعم الأبيض من فكرة بسيطة إلى مشروع استثماري ناجح لعائلة توارثت هذه المهنة أبا عن جد. يا نزيها ماذا تصنعين بنا كل صباح من دجاج فيوم إلى الألبان والأجبان، وأنا ضعيف قدام الأجبان. معليش نفتح لكم لابيتي مع الصباح فيصل، خاصة بخصوص الأجبان. يعني قرقوتي أنا شي لابيتي لابيتي شي قرقوتي تفتح لابيتي وحدها. فوالا دوك تعرفنا على هذا المطعم الأبيض في ولاية المسيلة في مدينة بوسعادة بالضبط، وهي مبادرة جميلة جدا نتمنى لو نشاهدها في باقي الولايات هكذا الجزائرية. تكون قريبة ليك فيصل. ويتعرف تاني الجزائري على الأجبان والألبان الطبيعية، لأنه إحنا ناكلوا بزاف لاندستريال، وإذا بينا ندوقوا هذه الأجبان الألبان الطبيعية هذه اللي مصنعة يعني من كيش يقولوا من الثروة الحيوانية يعني المزرعة مباشرة للمحل. فوالا فقط تكون شروط نظافة وشروط تعقيم ضرورية. نعم. من الألبان والأجبان والدجاج نذهب إلى هوس ركوب الدراجات الكلاسيكية الذي زاد انتشاره في السنوات الأخيرة. نعم فيصل، يعني اليوم ربما قمنا بجولة عبر مختلف ولايات الوطن. جميل جدا. نعم، وهوس ركوب الدراجات الكلاسيكية يعني نشوفه اليوم أنه يلقى رواجا من طرف ويعرف انتشارا كبيرا من طرف العباسيين الذين ربما حتى أنهم يقبلون عليه بعض الشباب من مختلف ولايات الوطن، ولايات الغرب الجزائري خاصة في هذا التقرير اللي راح نشوفه. وهذا الهوس زاد انتشاره كبير يعني بالرغم من المخاطر اللي ربما ترتكب من خلال هذه الدراجات، إلا أن الشباب اليوم أصبح مهووسا بركوب هذه الدراجات. نشوفوا هذا التقرير ونتعرفوا عليه.
إذا تعرفنا على هذا الروبورتاج، وهؤلاء الشباب الذين يصولون ويجولون بدراجتهم النارية. جميل. نعم جميل جدا فيصل، خاصة أنهم راحوا زاروا بعض المناطق السياحية من ولاية سيدي بلعباس. حتى المشهد هذا جميل. نعم. جدا يعني لما نشوف هذا الستانتابلو رائع، لوحة فنية، هي مش لوحة فنية، لوحة طبيعية من إبداع الخالق سبحانه وتعالى في سيدي بلعباس. يعطيك صحة نزيهة على هذا الجولة الصباحية في مختلف الولايات. بس ديتنا من الشرق إلى الغرب، يعطيك الصحة. العفو فيصل. نذهب مباشرة المشاهدين للتعرف على أخبار الرياضة مع عادل ياسف، والبداية بالبطولة الوطنية المحترفة. وما الجديد يا عادل؟ البداية كما قلت بالبطولة الوطنية المحترفة وبالمحترف الأول، وين راح تلعب غدا المساء اليوم مباراة مقدمة عن الجولة 18 بين شبيبة الصورة ومولودية الجزائر بملعب عمر حمادي ببولوغين. هذا اللقاء الذي سيكون بدون حضور الجمهور، وسيكون على العميد فيه أمام حتمية الفوز لاقتناص ولخطف مركز الوصافة من الشبيبة القبائل الذي يحتل المرتبة الثانية ب 28 نقطة، أما مولودية الجزائر ففي المرتبة الثالثة ب 27 نقطة، بينما باقي المباريات ستلعب يوم الاثنين المقبل. أبرز المباريات التي ستكون يوم الاثنين ديربي الجارين بين شباب بلوزداد ونصر حسين داي. وبما أنه تحدثنا يا فيصل عن نصر حسين داي، كان الفريق تعرض أمس للفريق وكذا اللاعبين خلال حصة تدريبية لاعتداءات لفظية وجسدية بمركز أو مركب بنصيام بحسين داي. وحسب الصفحة الرسمية للفريق على موقع الفيسبوك، فإن عددا من أنصار النصرية قاموا بتخريب عتاد الفريق، كما أقدموا أيضا على سرقة بعض الهواتف للاعبين. يعني أما نروح سلوك غير مبرر وغير ما عنده حتى تبرير، يعني وش السبب اللي ربما المشاكل اللي راهو يعاني منها الفريق، وحتى السقطات اللي راهي تتوالى على بيت النصرية في البطولة الوطنية. راهو يحتل المركز ما قبل الأخير بمرتبة 15 وبرصيد 15 نقطة. فعل مثل هذا أعتقد أنه الرياضة هي في الأخير لعبة، والروح الرياضية تسود اللاعبين وتسود كذلك الأنصار. ربما سئموا من النتائج السلبية، وسئموا أيضا من توالي الطواقم الفنية على الفريق. راه كل مرور ثلاث جولات أربع جولات راه يتغير المدرب. هذا يؤثر طبعا على الفريق. أعتقد عندنا نشوفوا قبل الجدول فقط في المحترف الثاني ونشوفوا الجدول. أما في القسم المحترف الثاني فستلعب خمس مباريات عن الجولة 19، سيكون فيها متصدر أولمبيا المدية في مهمة تدارك التعثر المسجل في الجولة الفارطة بهدفين لصفر أمام مولودية بجاية، لما يستقبل جمعية الخروب من أجل تعميق الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه وداد تيلمسان. نشوفوا الجدول. نشوفوا فيه. ومن المحليين نذهب إلى أخبار المحترفين في الخارج. وسليمان يسجل ويهدي فوزا ثمينا لموناكو على حساب من يا عادل؟ على حساب مونبولي. بصم كما قلت الدولي الجزائري إسلام سليماني سهرة أمس على هدفه التاسع هذا الموسم في الدوري الفرنسي مع فريقه موناكو، وهذه المرة في شباك مونبولي الفرنسي ليلعب ليها الدولي الجزائري الآخر أوندي ديلور، هذا اللاعب الذي غاب أمس بسبب الإصابة. المواجهة فيصل عرفت مشاركة إسلام سليماني أساسي، لم يدخل بديل ولم يعاني من التهميش الذي تعرض له في المباريات السابقة. سليماني خلال هذا الموسم قدم يا فيصل 8 تمريرات حاسمة في 15 مباراة، وفي هذه 15 مباراة كان يلعب 12 منها أساسي. حساب نادي موناكو الفرنسي
مباشرة وعقب هذه المباراة. هذه الشيء الجميل في هذا الخبر. الشيء الجميل في هذا الخبر كما قلت نادي موناكو الفرنسي كان رده حازم وسريع بعد هذا المباراة، وين تفنن في الغزل بإسلام سليماني، يعني البارح كان عيد الحب باللغة العربية وخرج وباللغة العربية. باللغة العربية فريق موناكو حتى التغريدات كانت باللغة العربية وقال لأنه حساب سليماني عندنا ولا خوف علينا. حساب موناكو بالعربية قلت أقدم لكم الأحوال الجوية وبيليس أينما كنتم. زميلي فيصل، زميلي في قسم الأخبار والرياضي وكل متتبعي قناة البلاد أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن الوضعية الجوية المرتقبة لنهار اليوم بحول الله لا جديد يذكر، يعني الأجواء ستبقى مستقرة دائما على تقريبا كل ولايات الوطن على غرار بعض الغيوم الجزئية المسجلة خلال الصباح على المدن الساحلية للوطن. كذلك سيتشكل ضباب على المدن الساحلية كذلك المدن الداخلية القرب من السواحل، ولكن هذا كله سيتلاشى بداية من الظهيرة إن شاء الله وتصبح الأجواء تقريبا ربيعية سواء على الجهة الشمالية والجهة الجنوبية، ولكن بالنسبة للجهة الجنوبية للوطن يعني وسط الصحراء وصولا حتى أقصى الجنوب ستشهد هبوب رياح تبقى قوية نسبيا تفوق سرعتها 65 كيلومتر في الساعة، مما سيعمل على تشكل زوابع رملية ورداء في الرؤية بالنسبة لوسط الصحراء. أما عن درجات الحرارة دائما ستبقى مرتفعة، ذلك راجع للمرتفع الجوي المتمركز دائما على حوض البحر الأبيض المتوسط، مما سيعمل على ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وتستمر يعني طيلة هذا الأسبوع. أما عن درجات الحرارة المسجلة على المدن الساحلية للوطن تتراوح ما بين 19 إلى 21 درجة، أما عن نسبة الرطوبة فلا تفوق 60%. بالنسبة للبيض كذلك عامة سنسجل فيها 18 درجة، 19 بباتنا وخنشلة. بالنسبة للمدن الداخلية القرب من السواحل درجات الحرارة فيها تتراوح ما بين 17 إلى 21 درجة، 24 على كل من بشار، كذلك منطقة الهجر وتاسيلي 26 درجة، ورقلة 28 بتندوف 31 درجة، نعم 31 ما بين أدرار كذلك عين صالح، مع عن أعلى مقياس سيكون دائما بأقصى الجنوب تقدر ب 33 درجة. عن حالة البحر، البحر إن شاء الله خلال الصباح سيبقى من قليل الاضطراب إلى هادئ تماما، وسرعة الرياح خلال الصباح ستفوق عن 25 كيلومتر في ساعة على السواحل الوسطى والشرقية، ولكن بداية من الظهيرة إن شاء الله البحر سيبقى هادئ تماما على كل الشريط الساحلي، ولا تفوق سرعة الرياح 25 كيلومتر في ساعة بالنسبة للسواحل الوسطى والشرقية، وستتراوح ما بين 15 إلى 20 كيلومتر في الساعة بالنسبة للسواحل الغربية للوطن، مع أن اتجاه الرياح سيكون شمالي شرقي على السواحل الشرقية للوطن، كذلك فيما يخص الوسطى، بينما على السواحل الغربية اتجاه رياح سيكون شمالي غربي. بالملاحة والصيد البحري وصلنا إلى نهاية النشرة الجوية لنهار اليوم، نختمها كالعادة بالمعلومات الفلكية لغروب الشمس بالجزائر العاصمة وضواحيها، والغروب بحول الله سيكون على الساعة 6:27. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة، عودة إليك زميلي فيصل. قدمت لكم الأحوال الجوية وبيليس أينما كنتم. إذن شكرا لك سعدي كباب على هذه المعلومات حول أحوال الطقس لنهار اليوم. بهذا نختم هذه الفقرة الإخبارية السريعة لهذا صباح السبت. شكرا لك نزيهة بعيدي. شكرا لك كذلك عادل ياسف، سيلتقي بك الجمهور نزيهة في حدود الساعة 9 في غرفة الأخبار في مواضيع أخرى، تابعوا نزيهة على ساعة 9. أما أنا أقول لكم نلتقي بعد هذا الفاصل. عدنا رجعنا لكم مشاهدينا في هذا الجزء الثاني من البرنامج. موضوع حلقة اليوم كما سبقت وذكرتكم في بداية ولا تكلمت لكم عليه في بداية الحلقة هو التطبيب الذاتي أو التداوي الذاتي أو العلاج الذاتي أو سكون أبيل لوتوميديكاسيون. ما معنى لوتوميديكاسيون وشنو الخواطر تاعها؟ الناس اللي
صرا له حاجه في البيت يروح وحده يفكر وبعد يروح يشري دواء وحده يشرب دواء وحده يدير لي ميزور وحده. دونك هادو كامل عندهم عواقب ربما يعالجوك هذيك الدقيقه، لكن يقدر يكونوا عندهم عواقب وخيمه، وفي الكثير من الاحيان يكونوا العواقب وخيمه لا قدر الله. باش نتكلم على الموضوع طبعا معنا لاكرونيكوز تاعنا اللي هي طبيبه في تكوينها ريسامون ديبلومي ميدسان، امل درويش. صباح الخير. صباح الخير فيصل، صباح الخير لكامل المشاهدين قناه البلاد ومتابعين برنامج الدقيقه اللي التحقوا بنا في هذه الدقيقة اللي تلحقوا بنا. نقول لهم صباح الخير، صحة قهوتكم، وبقاو تشوفوا فينا، راكم تشوفوا في 100 دقيقة. وبيان سيغ ها راكي كل سبت لي سوجي يدوروا غير في الدومين ديالك. فوالا نحاولوا بوندون لو ويكاند نعالجوا هذه المواضيع اللي عندهم علاقة بالصحة بالطب، وباش كيما نقولوا نلحقوا ميساج تاع توعية تاع تحسيس. والهدف من هذه الحلقة هو تغيير السلوك. والبارح لما تكلمت مع الضيفة تاعنا قلت لها لازم غدوة إن شاء الله نغير قناعات خاطئة لدى المشاهدين. طبعا الضيفة تاعنا هي صيدلية في التخصص ديالها، الدكتورة مها معيوف. صباح الخير. صباح الخير ما كونسور أمل، وصباح الخير الأخ فيصل، شكرا لاستضافتكم. فوالا مرحبا بك. دونك لما نتكلموا على لوطو ميديكاسيون بسرعه، وشنو هي لوطو ولا شنو هو لوطو ميديكاسيون؟ هذا المصطلح التطبيب الذاتي. دونك لوطو ميديكاسيون هو كلمه مركبه من قسمين، لوطو سي الذات وميديكاسيون سي التطبيب، اذا هو التطبيب الذاتي ولا التداوي الذاتي. اي فو سافوار بلي هذا هذا لو ميكانيزم ليس بميكانيزم خاطئ، سي ان سي ان سي اون اكسيون بيرميز، يعني شيء مرخص ومسموح به. عرفه علماء الصحة أنه عبارة كل شخص يأخذ دواء بدون اللجوء إلى الطبيب هو هنا راح مارس هذا لوتوميديكاسيون. هذه نعيطوا لها لوتوميديكاسيون بريمير، كاين لوتوميديكاسيون سكوندير، بمعنى أنه هذا المريض راح ديجا عند سون ميدسان، دونك عطالو اون اوردونونس. اون فوا يخرجوا له هاد لي سيمبتوم ولا هاد الاعراض، اي فا سو ريفيري لهاد، ياخذ هاد لوردونونس كوم ريفيرونس، دونك اي فا سوتو ميديك، يشري نفس الادويه. هذه نعيطوا لها لوتوميديكاسيون سكوندير. لوتوميديكاسيون تيرسيير هي كي يكون عندنا الامراض المزمنه ولا لي مالادي كرونيك غراف، بون لي مالادي كرونيك كوم باغ اكزومبل لازم ولا ديابيت ولا لونجين دو بواترين. اكزاكتومون، دونك المريض عنده ديجا اون ايديكاسيون براتيك، على باله كومون اي بو بروندر سون ميديكامون. اكزاكتومون اكزاكتومون، دونك عنده اون ايديكاسيون، فوالا عنده اون ايديكاسيون، نعيطوا لها اون ايديكاسيون براتيك. دونك هذه هي نعيطوها لوتوميديكاسيون تيرسيير. فوالا، دونك تعرفنا في عجاله هكذا على هذا لوتوميديكاسيون تطبيب ذاتي. حنا نروحوا نشوفوا واحد ريبورتاج دارته لنا زميله نسرين خلوفي ونعاودوا نرجعوا. أكيد أن أغلبكم قرأ وصفات الإرشادات الموجودة في علب الأدوية، والأكيد أنكم لاحظتم تنبيها يمنع تناول هذا الدواء دون وصفة طبية، ورغم ذلك منكم من يتناوله من تلقاء نفسه، وذلك لمعرفتكم السابقة بالمجالات العلاجية لهذا الدواء، أو لأن هذه الأدوية أو العقاقير الطبية سبق وأن جربتموها في تخفيف بعض الأعراض أو الآلام، فيصبح تناولها كردة فعل لا تستلزم زيارة الطبيب، غير أن هذا السلوك خاطئ قد يؤدي إلى نتائج وخيمة. إن العشوائية في تناول العقاقير الطبية قد ترفع من التأثيرات الضارة لها، وهو ما يطلق عليه اسم الآثار والأعراض الجانبية التي تتمثل في الشعور بالغثيان والدوار والميل للقي وحدوث نزيف بجهاز الهضم. وإذا تعلق الأمر بالأدوية والعقاقير المضادة للهستامين في أدوية الحساسية، فهي تجعل الشخص يشعر بالرغبة في النوم وعدم القدرة على حفظ التوازن، وقد تتضاعف الأعراض إذا كان المتناول لهذه الأدوية يعاني من مشاكل صحية أخرى دون درايته. استشارة طبيب وحدها لا تكفي إذا لم يتم الالتزام بطريقة تناول الدواء والجرعات والأوقات المحددة لذلك. هنا يحذر الأطباء من الإصابة بالمضاعفات الأدوية والتي قد يصعب علاجها أكثر من المرض ذاته. الفحص الدوري
والتعرف على الحالة الصحية لكل منا ضرورية جدا، وذلك لتفادي أي مضاعفات جانبية، كما أن التوجيه للاستعجالات الطبية في حالة الشعور بأعراض مرضية أسهل بكثير من اقتناء أدوية دون فحص طبي، فأخذ الاحتياطات اللازمة لاستخدام الدواء بات أكثر من ضرورة لحياة صحية وسليمة. عرفنا على بعض المعاني والمفاهيم اللي تمشي تتماشى مع لوتوميديكاسيون، لا التطبيب الذاتي في بعض الأحيان، كما قالت الصيدلية اللي معنا الخبيرة مها معيوف، أنه في بعض الأحيان هو مليح أنه نعرفه كيفاش نداوي وروحنا، خاصة في الحالات الاستعجالية ربما، لكن ماشي دائما تولي عادة. الآن نروحوا للأدوية، ربما أنت تذلك أمل أنه فيه أدوية في الجزائر رح نشلوها عند الفارماسيا نورمال، أنا شت حتى ناسي شو دي زونتي بيوتيك بلا وصفة طبية. ولا سلام وين أن سو دوموند علاش كاين سيغتان ميديكامون يدومونديوهم الناس يجوجيو باللي كيقدروا يستعملوهم وحدهم ذاتيا بارابور لدي ميديكامون واحد اخرين. دونك سي لا وين اون بوز لا كيسيون اماها في لا سبيسياليتي تاعها والخبره تاعها، وشنو هما الادويه التي يستعملوها الجزائريون اكثر من ادويه واحد اخرى ويشروها وحدهم ويمارسوا لوتوميديكاسيون؟ وي ممتاز. يفو سافوار بلي اليوم في لي فارماسي من غير الادويه التي تستخدم للاعصاب يتسمى لي بسيكوتروفوم الى هذا، هادوما لي ميديكامون راهم سوز اوردونونس، بصح باقي لي ميديكامون لا بلوبار راهم يتباعوا بيقولوا للاعصاب معنى الامراض العقليه، الادويه مثلا اللي يشروهم كمنشطات لك مخدرات يقدروا يستعملوهم الامراض العقليه لي بسيكوتروفوم. اسمحي باش يفهموا المشاهدين انه هاد الادويه اللي ممنوعين يروح عند الطبيب يقول له اعطيني هات الدواء هذا، يقولوا لا لانه يستعملوهم كثير كمخدرات، بمعنى انه كي يروح للصيدليه ما يقدرش الصيدليه يعطيهم له بدون وصفه طبيه اللي خطورتهم اكيد. ولكن للاسف أغلبية الأدوية المتبقية راح تباع اليوم في الصيدليات بدون وصفة طبية. عندنا باغ اكزومبل اهم حاجه اللي قاعد يشروها لي زاجون سي لا باراسيتامول لي زونتالجيك، المضادات الالم لي زونتالجيك، هذا الباراسيتامول يستعمل كأنتالجيك مضاد للالم ولا يستعمل كمضاد للحمى انتي بيريتيك. لا باراسيتامول اليوم راح تستهلك كوم ان بونبون، تؤكل كالحلوى للاسف يشروها كثيرا. عندنا اوسي لي زونتيبيوتيك راح نتطرقوا لهم بعد ان شاء الله، وعندنا لي زونتيسيف مضادات السعال. أكدت على هذوما بحكم أننا يعني نتوجه اليوم الحمد لله لكل شرائح للشعب الجزائري تسمى العامة، أكدت على هاد لي تخوا بحكم هذوما اللي راهم يسكونسوم اليوم بطريقة عشوائية وليس عقلانية. عندي سعلة ناشفة. يفو سافوار بلي لاباراسيتامول هي يفو عندها ان دوزاج محدد، عندها دوزاج 500 يفو با ديباسي 3 غرام بار جور. علاش؟ لاننا راح نطيحوا في واحد الحاجه واسمها لو سور دوجا لو سور دوزاج ولا تجاوز الجرعه المناسبه. هذا لو سور دوزاج مع الوقت راح يدير لنا مرض جد خطير ما يبراش غير بلاغراف دو فوا. الباراسيتامول عنده ان ميتابوليت سام توكسيك للكبد، دونك راح يخرج لنا مرض اسمه بنعيطلو بالفرنسي ليباتيت فيلمينونت ولا الالتهاب الكبدي الدوائي. دونك الدواء تاعو ما كاش في الجزائر لازم له اون غريف هيباتيك، زرع كبد باش الواحد يقدر يبان. دونك للاسف نهايته سي الموت. فوالا ناكدو برك نوضحوا انه لو باراسيتامول كيما نقولوا التفكيك تاعو يصرى على مستوى الكبد، على بها نقولوا انه الضار بالنسبه للكبد. حنا الادويه اون جينيرال سي سوا او نيفو دو فوا الكبد ولا على مستوى الكلى. دونك لو باراسيتامول الخدمه تاعو وين يجوز لو ميتابوليزم تاعو التفكيك يندار على مستوى الكبد وليس على مستوى المعده، وليت تاعو كيما نقولوا النواتج تاع هذا التفكيك سما بالنسبه للكبد. دونك لوزاج كيما نقولوا الاستعمال المفرط الباراسيتامول الى نتائج وخيمه، منها يعني كيما نقولوا شو الاحتراق الكبد ولا يعني تلف الكبد، التهاب الكبد بدرجه الى غايه يتلف الكبد، يتلفه تماما. علما انه الباراسيتامول بزاف الناس تشربوا اجان ثاني ويكون قاعد فطر على 12 الربعة مازال ما كلا والو يروح يوجع شي راسو يشرب باراسيتامول. دونك هنا ثاني سي طري دونجورو جو بونس انك تاخذ دواء
خاصة الباراسيتامول ولا وانت مازال ما كليت والو، نظن لازم تاكل باش لو باراسيتامول يقدر كما نقولوا ما يكونش فيه الضرر، ما راهوش انه تاخذوا اجان ولا لا لا، كيما لي زون لي زونتي انفلاماتوار لي زاي ان اس كيما ليبوبروفين تو سكي انتي انفلاماتوار. علاش لي زونتي انفلاماتوار يروحوا على مستوى ليستوما سورتو كي تكون فارغه. D'ailleurs, on ne prescrit pas un anti-inflammatoire, blam en medo un pansement gastrique. Les huwa yaitoulou nnas le proton ou la lomac. جميع الطبيب يمد ان انتي انفلاماتوار مضاد التهاب لاي سبب كان، لازم يمد معاه ان بونسمون غاستريك دواء لي بروتيجي لي ستوما. خاطر ما عندكش يقولك شرب حليب ولا اكيد لا لا، ميم بالنسبه للناس اللي ما عندهمش اولسير ما عندهمش قرحه المعده ولا التهاب المعده يمدوا لهم كوميم ان بونسمون غاستريك، خاطر لو كان يستعملوه بكثره باغ لا سويت راح يديفلوبي قرحه المعده. فوالا دونك هنا تكلمنا على مثلا لاباراسيتامول، بزاف الناس يشربوها. دايوغ ميم لاباراسيتامول ماهيش دواء اللي لازم الانسان طول حياته، بزاف ناس تخلص اون بواط يزيد اون بواط، تخلص اون بواط صافي دير يشربها كانه مع القهوه، يشرب قهوه صباح قهوه عشيه، هو يشرب باراسيتامول صباح عشيه وكل يوم. دونك على بها وي il faut savoir que il faut pas dépasser la dose اللي محدده لجسم الانسان l'adulte اللي هي 3 غرام بار جور. إذا ديباسينا هاد لا دوز راح نطيحوا في حاجه اسمها لو سور دوزاج اللي قلت تكلمت عليها من قبل، انه راح يحدث لنا تسمم. انا حبيت نتكلم لك حاجه واحده اخرى، هل لما نزيد الدواء مثلا ملي نشرب سور دوزاج اسكو يولي ما عندوش ايفي؟ خاش في بعض الاحيان نقول لك لا باراسيتامول ما دارت لي والو، لانه تناولها بكثره فتولي، هل تقدر تولي ما تنحيلوش مثلا الالم تاع الراس والالم كي يولي يتناولها بشكل يومي ودوري؟ نقدر نقول لك باللي اذا في حاله ما يعني كثر من هذا الادوي الدواء يقدر سواء الى غافي المالادي ولا الماسك ان مالادي. واش معناتها يعني انت اسكو يخرج من مالادي جديده ولا ايفا ماسكي تسمى يغطي مالادي واحده اخرى؟ اسكو اللي في تحا يبقى دائما هو، بمعنى انه احنا نشربوا باراسيتامول باش يروح لنا الم، باش الالم يروح. كاين الناس يقول لك تقول على زدت شربت يقول لك ما دارت لي والو، شربت 500 ما دارت لي والو. الوغ لا باراسيتامول il faut respecter la dose. باغ اكزومبل انت اذا كنت عندك وزن معين لازم كيما لا باراسيتامول سي 15 ملي غرام بار كيلو، دونك انت كوم ان ادولت لازم لك ان غرام اللي يقدر يخدم فيك. اذا تشرب قل ما راحش يخدم فيك. الناس بالك يقول لك شرب 500 ما دارت لي والو، شربت ان غرام ما دار لي والو الو زدت. باغ كونتخ ان غرام بوغ ان ادولت يخدم. حنا لا باراسيتامول نخافوها بوكو بلوس عند لي زونفون، وين لازم نحترموا الجرعات سواء اذا كانت تحميلات دي سوبوزيتوار ولا بار سيرو، مي سينو لا باراسيتامول الجرعه المناسبه تخدم. بعض الادويه اللي نستعملوها بلوس نستعملوها بزاف اللي في التحا يروح سي لي زونتيبيوتيك. ماها اليوم رانا نشوفوا بلي لي زونتيبيوتيك راهم يتباعوا في الجزائر بدون رخصه. وكي يقولوا لي زونتيبيوتيك ماشي غير لو كلاموكسي اللي نعرفوه، مي جميع انواع لي زونتيبيوتيك في الخارج ما كاش منها، لازم لك وصفه باش تاخذ ان انتيبيوتيك. وي الانتيبيوتيك اليوم راهو يستعمل في كثره في كل بون، واحد جه لا غريب يعطوا له انتيبيوتيك، واحد جه لونجين يعطوا له انتيبيوتيك. اليوم راهي لا كونسوماسيون تاع الانتيبيوتيك في تزايد. المشكل ماشي فقط راهو في الجزائر ولكن عامة، يعني كل العالم راهو يحاول التقليل، يحاول يلقى حل للتقليل من اخذ هاد لي زونتيبيوتيك. يفو سافوار بلي الانتيبيوتيك اذا خديناه على فترات يعني راح نطيحوا في حاجة اسمها لا ريزيستونس باكتيريان، بمعنى انه هاد لا بكتيري ما راهيش راح تقتل وانما راح تخلق عندنا بكتيري جديدة مقاومة لهاد الانتيبيوتيك. الجسم ما عندوش القدرة على مكافحة يولي الانتيبيوتيك ما عنده حتى فعالية على هذه البكتيريا، أو كونتخيغ راح تخرج لنا بكتيريا أقوى من البكتيريا يعني تطور من نفسها وتولي هي تتعرف على هذا الانتيبيوتيك ويولي عندها إن ريزيستونس ولا مناعة ضد مقاومة افكتيفون ضد هذه البكتيريا. بزاف فيصل ما على بالهمش الانتيبيو ريزيستونس هذه اللي راهي سي ان فينومين راهو في لو موند كامل، خاطر اوني توس كونسيرني بار هادو لي ميكروب لي راهم عايشين معانا وكاين اللي عايشين حتى في الجسم تاعنا. لونتيبيو ريزيستونس سي كوا؟ سي جميع بكتيري جميع ميكروب عنده في لي جين تاوعو
سواء يكون مقاوم لبعض المضادات الحيويه ويكون سونسيبل حساس ما يخدموا عليه بعض المضادات الحيويه. دونك حنا باغ اكزومبل كي تكون اون انفيكسيون الطبيب يدوموندي سكون ابل لونتيبيوغرام. لونتيبيوغرام يدير ان بريليفمون تاع هاد وين كاين يسسبكت هاد لا بكتيري يقرا عليها سي نو كونفرير اللي في لابو يخدموها يقراو هاد لا بكتيري يسيو عليها لي زونتيبيوتيك كامل ويشوفوا شكون لونتيبيوتيك الفعال باش يمد لك اكزاكتومون الدواء اللي يكون فعال عليها. Les bactéries, plus on utilise les antibiotiques bidon li ma ykounouch fa'alin 'aliha w ma nhtarmouch la dose ma nhtarmouch muddat el 'ilaj tanit kayen bzaf yechrebou les antibiotiques muddat yawmin 3 ghir yhess rouhou mlih yhbes dwa alors yqoul lek lazem tkemmel gal lazem tkemmel muddat el 'ilaj hatta law kant tahassen chouya el hala ta3ak ba3 10 ayyam 10 ayyam 5 ayyam exactement il faut respecter la durée exactement law kan ma nhtarmouch had el ma3ayer ntihou f ce qu'on appelle l'antibiorésistance. L'antibiorésistance enno la bactérie hadi elle développe des mécanismes تطور le génome تاعها المعدل الوراثه تاعها تطور انها تولي ريزيستانس لهذاك الانتيبيوتيك اللي استعملته انت ضدها دونك تولي لابد عليك تغير انتيبيوتيك جوستومون دونك اون اوتر فوا بعد شلو كانت عاود تمرض بنفس لا بكتيري لازم لك ان انتيبيوتيك كي انكور بلو فور كي نقولوا انتيبيوتيك بلو فور دونك اوتوماتيكمون نقولوا اعراض جانبيه بلو فور والجسم هنا ما خليتوش يقاوم ثاني حتى الجسم عادك اضعفته انه المناعه الذاتيه ربي سبحانه خلق فينا مناعه اللي هي تقاوم جميع انواع الامراض الا في بعض الاحيان تكون ربما عندك ضعف المناعه ولا هذوك حالات خاصه ندعموها بانتيبيوتيك. دونك الانتيبيوتيك هو مدعم ولا كما يقولوا يساعد ماشي هو الحل الوحيد. خلي الجسم سي بور سا لي بيبي يقول لك خلي لي بيبي يمرضوا باش يطوروا المناعه يقوي الجهاز المناعي ديالهم علما ان الانتيبيو ريزيستانس فيصل تقدر تكون ترانسميسيبل معناتها انت اليوم مثلا مرضت بون باكتيري اللي طورت اون انتيبيو ريزيستانس عندك غدوه ان شاء الله قادره تنقل هذيك لا بكتيري لشخص اخر هو ثاني راح تكون عنده ريزيستانس تما ما راحش يخدم عليه نفس الدواء. وسي لا وين كاين بعض لي زونتيبيوغرام يخوفوا تلقى ايماجين ان انتيبيوغرام كامل البكتيريا هذيك ما كان اوكان انتيبيوتيك يخدم عليها فوالا لي ريزيستانس ا تو لي زونتيبيوتيك فوالا. دونك حنا تكلمنا بلي في الجزائر اغلب الادويه مسموحه في الصيدليات بالنسبه كذلك في بعض الاحيان انا ربما نابيل ثاني لي فارماسيان سورتو لي زوفيسين اللي مدوا دواء ثاني هكا يجيهم واحد اعطيني هذا اعطيني هذا يمدلو بلا ما في بعض الحين ما يمنعش. بون هو طبعا لما يطبق القانون سي مادام مسموح يمدلو نظن. لكن الان حبيت نتكلم في رايك انت كمختصه في المجال هذا واش هما الحلول الاقتراحات اللي تقدميهم باش ربما نحيو الخطر فقط تاع لوطوميديكاسيون وشنو هما كذلك النصائح اللي لازم نتعلموهم في لوطو ميديكاسيون. نبداو جو بونس نبداو بالحلول وبعد نروحوا للنصائح اللي نبداوهم العائلات. Bon, il faut savoir que je suis ici, mais je suis pas pour culpabiliser, mais plutôt pour sensibiliser. Voilà. Je suis ici pour les attaques à quelqu'un, mais pour le sens. Et je dis que tout le monde de la peuple jazaïri que l'automédication est permise, mais elle a des effets négatifs. Comme on a dit le surdosage, on a dit l'interaction médicamenteuse, on a un peu masqué des maladies. On a donné juste un exemple. Par exemple, les gens qui ont le cancer, ils ont هم يسون سو شيميو حين ياخذوا لي زون سورمون راح يحسوا بالحريق يتسمى راح ياخذوا لي زونتي اسيد. حين تاخذي ان انتي واحد مريض بالشيميو ياخذ لونتي اسيد سافا مينيميزي ولا راح ينقص لي في تاع لا شيميو اللي راهو يدير فيها. دوكو يفو فير اتونسيون. ولا مثلا كي راهو لي جون اللي ياخذوا لاسبيرين مع الادويه اللي ميوعه الدم تما اللي يساعدوا على سيلان الدم لهنا راح اكزاكتومون هنا راح نخدموا اون سينرجي يتسمى لاسبيرين معروف بي عنده خاصيه الانتيكواغولون يجري الدم ويزيد ياخذ دونك كاينه اون سينرجي تما نزيدوا في العمل هنا راح يصراو نطيحوا في ديزيموراجي دونك يفو فير اتونسيون. النصائح التي اقترحها كدكتوره صيدلانيه اول حاجه علينا تقنين يسمح نديرو قانون طوالي. يمنع بيع الادويه بدون وصفه طبيه. كاين دي ميديكامون يفو فريمون بانير هاد العقليه لا مونتاليتي بلي نبيعوا الادويه بدون وصفه طبيه. انا اظن انه يعني لو اتحد الصيدله ودرنا عريضه للوزاره الصحه ونقولوا بلي
C'est fini de bio les antibiotiques sans ordonnance. Voilà. C'est aussi important. Je conseille aussi de faire des ورشات تحسيسية ou des ateliers là où il faut parler à l'automédication ou خطوراتها على الشخص. وكاين حاجة جد مهمة أنا أظن أنه من الأجدر أنه الصيدلي هو اللي يحدد الجرعة تاع الدواء وليس الطبيب okay. بحكم أننا نحترم كل تخصصه ولكن الدواء هنا سي بور لو فارماسيان. حتى ولو الطبيب يحدد الجرعة الصيدلي دائما لازم عليه أنه يعني dans le cas où le médecin qui m'a dit qu'il peut ça ou là il faut savoir il faut d'aller دائما عنده le droit et l'obligation انه يتدخل il faut على الصيدلي parce que شوفي قلت لك il faut respecter chacun son domaine le médecin il est là pour faire le diagnostic le pharmacien il est là pour parler على le médicament ses interactions على le dosage تاعو la durée et tout donc انا اظن انه الصيدلي هذه مهنته الاساسيه يعني من 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 لو بوت نتاعو من المهام نتاعو انه هو اللي يحدد الجرعه لماذا نقول لك مثلا لو الطبيب مثلا يعطي لك ميديكامون اللي فيه 20 حبه لو تريتمون تاعك مثلا يخلص في 15 حبه دونك هذوك 5 حبات راح يقعدوا في الفريجيدار دوكو المره الجايه كي يخرجوا لي سامبتوم جدد لهذا الانسان راح ياخذ ياخذ من هذه الحاجه كي انسيت لوتوميديكاسيون الحاجه تخليك انت تروح تشرب دواء بلا ما تعاود ارى انه ضروره انه لو فارماسيان هو اللي يحدد الجرعه وليس الطبيب هو اللي يحدد الجرعه بون سي دي حلول اقترحها ويبقى خبراء الصحه دونك يعطيك الصحه اللي عطيتينا ديجا من وقتك ومن هذه الافكار هذه ديالك دونك انتم كذلك نقدروا ثاني نتعلموا شويه لوتوميديكاسيون ونقدروا نتعلموها واحد وما حاجات خفاف هكذا كيما نتعلموا لي زيرجونس كيفاش نعالجوا لي زيرجونس في الدار وشنو الامراض ولا اللي لازم نتعلموا لهم Oui, j'ai compris la question. Voilà. En fait, Akhfaisal, donc je peux t'expliquer, je peux vous expliquer حاجة, c'est que كاين أمراض كيما الألم الرأس, je peux pas نعذر أنا يا مالاد بون الضرو يروح للفارماسيان, الفارماسيان راح يسوجير ان ميديكامون في حالة 48 ما راحوش هاد لي زيفي عليه استشارة الطبيب. فوالا اوكي ما يقعدش سمانة وهو يشرب في نفس الوقت. C'est comme si pour calmer la douleur, اوكي روح عند الطبيب خذ حاجة تكلمك مي 48 ساعه هاد لي سيمبتوم ما راحوش انصحك للتوجه الى المستشفى فوالا بزاف الناس يروحوا باريزومبل يوجعوا راسو يشري باراسيتامول ما راحلكش تصدر في 48 ساعه صافي ديغ كاين خلل فوالا لي بيبي كيف كيف يشوا لهم دولي بران ما راحش تصدر دونك يعطيك الصحه بلوتو امل يعطيك الصحه وكذلك مها معيوف انت دكتوره صيدلانيه يعطيك الصحه كنت معنا في هذه الصبيحه نتلاقاو بك في فرص اخرى ان شاء الله امل تبقاي معايا نتلاقاو بفتاه جزائريه مؤثره على موقع التواصل الاجتماعي تعرفوا عليها بعد هذا الفاصل فوالا رجعنا لكم في هذا الجزء الثالث والاخير مشاهدينا من برنامج 100 دقيقه فقره ستريت اللي كل مره تجوب مدن جزائريه اليوم رحنا لولايه برج بوعريش لقينا بفتاه ناشطه على موقع التواصل الاجتماعي مؤثره كذلك على خاصه اليوتيوب موقع اليوتيوب وهي كذلك طبيبه اسنان علاش جبناها للبرنامج لانها صنفت ضمن الشخصيات او الحسابات حسابها هو الحساب الاكثر تأثيرا لسنة 2019 في شمال إفريقيا ودول الشرق الأوسط أمل هذه الطبيبة وهذه المؤثرة اسمها حنان مالك راهي حاضرة معنا صباح الخير بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم صباح الإيجابية صباح الرزق والخير لكل المشاهدين صباح الخير أخي فيصل أختي أمل وشكرا لقناة البلاد على هذه الدعوة الطيبة الله 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 هذيك الافتتاحية هايلة يعطيك الصحة دونك فوالا حنان مالك أنت يا طبيبة أسنان وصافي بريسك أون أني دركا عندك تقريبا سنة بديتي ديري فيديوهات مختلفة في مختلف المجالات تتكلمي مع متابعاتك ولا خاصة الفتيات بوكو بلوس نعم. تحكي معهم ولكن المفاجأة من بعد نزيدو نحكوا عليها أنك أنت ضمن الشخصيات ولا حسابك ضمن فيديوهاتك ضمن الفيديوهات الأكثر تأثيرا
العشرة الأكثر ضمن العشرة فيديوهات الأكثر تأثيرا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. احكي لنا كيفاش بديتي وشنو هو المحتوى اللي تقدميه؟ بون بداية البداية تاعي في اليوتيوب قصتها عجيبة. كيفاش بديت في اليوتيوب؟ أنا بعد ما خلصت الدراسة تاعي الجامعية وتخرجت كطبيبة أسنان ما كنتش دايرة نهائياً هدف من أهدافي أني نفتح قناة يوتيوب. ننشط في عدة مجالات كما مجال بيت المقدس، كما مجال القرآن، كما التنمية البشرية بصفة عامة، لكن اليوتيوب كيفاش جاتني كانت الوالدة ربي يحفظها إن شاء الله هي اللي اقترحت عليا، قلت لي يا بنتي علاش ما تحليش قناة يوتيوب؟ لأنه خدمتك نظيفة وتتقني العمل تاعك راح تفيدي الناس، حلينا القناة يوتيوب هكذا يعني بشكل عفوي، وما كنتش مرتبت له من قبل. والجميل في الأمر أنه القناة في بدايتها أول شهر حطيت فيه الفيديو طلعت بشكل مفاجئ، وهذا اللي خلاني أني نواصل. يعني البداية على القناة كانت سبحان الله يعني كلي بتدبير رباني سبحان الله، وسيدنا عمر بن الخطاب يقول لك إذا بورك لك في شيء فلزمه. يعني الله سبحانه وتعالى وفقني وفتحت القناة هذه بشكلها السلس والمرن جدا، وحاولت أنه نواصل فيها لأنه ولا تجيني بزاف كما نقولوا المتابعات تاعي ولو يحبوا المحتوى. عندك فيدباك، عندك رد فعل، رد فعل قوي جدا، يحوسوا يطلبوا منك محتوى معين ثاني دائما دائما، راهم زيدينا ما تختفيش روحي كي نحبس هكذا فتره على جال الاولويات تاعي الاخرى في الحياه وكلش، مباشره تلحقني رسائل يا وراكي توحشناك ارجعي اعطينا كذا ورينا واش نديروا هذه كورينا هذيك. دونك استمر ديالك وشنو هو؟ نعم، وش هو المحتوى؟ المحتوى تاع القناة هو محتوى كما نقولوا راه فيه مجموعة من الأفكار. الأفكار هذه راح أكيد راهي تخص الفتيات ولا الشابات. كاين المحتوى مثلا نعطيهم لك، كاين ثلاث محاور. المحور الأول هو كل ما يخص الفتاة ولا الأنثى الجزائرية بالخصوص فيما يخص مجال الأنوثة ولا كيفية الضيافة، خصوصا الأمر الحساس اللي هو تاع الخطابة والتحضيرات وكلش، الأمر هذا اللي هم بزاف البنات. المحور الثاني هو المجال نتاع الطبخ والحلويات، وهذا أنا حبيت نوجه منه من خلاله رسالة أنه يعني مؤخرا كي حطيت للمتابعين تاعي بلي انا طبيبه اسنان، دونك جاتهم تكلم على الحلويات قالوا لي كيفاش يعني طبيبه اسنان وراكي ديري لنا في الطبخ والحلويات تاعك وتجارب ناجحه تسوسوا اسنانكم. لذلك حبيت نوجه رساله من هذا المحتوى هذا، انه مهما كنت طبيبه ومهما كنت عالمه ومهما كنت مثقفه، الا انه لازم تتميزي بهذيك الشيء اللي هو انك تكوني ملكه في بيتك، انه ما تخليش الامور الجميلة البسيطة هذه اللي في الحياة تلغي كما نقولوا يلغيها لك المجال تاعك وتطور تاعك. أما ثالث محور والأهم في القناة هو مجال المشاريع، اللي هو نعتبره أهم حاجة نقدم فيها في القناة مرحليا، يعني كيفاش يبنيوا مشاريع، كيفاش يبنيوا يبداوا مشروع تاعهم، وش هي، كيفاش يدرسوا الميزانية للبنات الماكثات في البيت وحتى الطالبات الجامعيات، هكذا باش تستثمر وقتها أفضل ودير مشروع وتنجح فيه. فوالا، أنت تكلمتي على المشروع، أنا حبيت نشوف واحد الفيديو تفاصيل راهي بدات الجزء في ليكرون في لاريير بلون، تكلمتي على الشموع، عندك مشروع كيفاش تخدموا الشمع، نروحوا نشوفوا ومن بعد نعاودوا نتكلموا عليه. بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم، مرحبا بكم كامل في قناتكم حنان ديفا كوين. الفيديو هذه راح تكون تكملة للفيديو اللي درناها قبل أيام اللي وريت لكم فيها بالتفصيل كيفية صنع لي فوندون من الألف للياء، كيفاش تختاروا الشمع، كيفاش تختاروا العطر، كيفاش تديروا تلوين، وش هي النسب بيناتهم، يعني كل تفاصيل. نتمنى أنكم ترجعوا لفيديو اللي فاتت باش تديروا الطريقة بالضبط باش تقدروا تكملوا في الفيديو هذه اللي راحين نديروا فيها كيفية التغليف وكيفاش نحسبوا مدة الحياة نتاع هذو لي فوندون وش هي الاستعمالات تاعهم. وكما هضرنا الفيديو اللي فات قلنا باللي الاستعمالات نتاع لي فوندون اول شيء هو انه نديروهم باش نعطروا بهم البيوت تاعنا والغرف تاعنا، بحيث انه نستخدمهم هكذا، نديروهم في هذا لي بغولور ونديروا فيهم شمعه من التحت يعيطوا لها شوف بلا. اما فيما يخص لا ديكوراسيون تاع النوع هذا تاع لي فوندون راح ندير لكم الفيديو هذه ونزيد لكم فيديو اخرى هكذا باش ما يجيوكمش طوال، باش تديو الفكره بالضبط وبالتفصيل. آه
كيما راكم شايفين البنات هنا رانا نشوفوا هذا الفيديو. هذا احد الفيديوهات اللي عملتيهم، دونك سيبو شنو هذا اللي يعني نشوف فيه؟ اسكو شمع؟ اسكو دي بوجي؟ اسكو صابون؟ هذا نوع من الشموع يعيطونهم لي فوندون. الاستعمال تاعهم هو على جال باش نبارفيميو بهم، ماهوش باش نشعلوا بهم. نو ما يشعلوش لانه ما فيهمش اصلا هذاك النتيجه. الاستعمال تاعهم كما قلت لك تعطر بهم البيوت كذا لانه عندهم استعمال خاص. ولكن انا حابه هذا المشروع مشروع ممتاز جدا وجميل وانيق. دقيقه، هذا يعني هاد لي كابسول هادو اللي راكم تشوفوا فيهم الوردات هادو كذا هما يرون بلاصي، وزمان كانوا يديروا الكافور. جميل. انا واحد الناس ما نحبش ريحه الكافور، انا وحدتي اكزاكتلي ما نحملهاش. دونك كي نشموا هذايا سي ورد، نختاروا اي بارفان اي عطر حبيت متوفرين. حوايج صناعيه الناس هي تشريها، انا بور موا حاجه كيما نقولوا طبيعيه هكا ناتشورال قادره تكون بديل احسن. اكيد اكيد هذا هو الهدف. انه كيفاش عليه؟ كيفاش اكتشفتيه انتيا وكيفاش راكي توريه لنا؟ هو 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 طريقه كيما نقولوا الانطلاقه في هذه المشاريع. درت اول فيديو ولقيت اقبال رهيب من البنات على المشروع نتاع الشموع، يعني ما تصورتش هذاك الاقبال الكبير. لذلك وليت حاولت اني نزيد نبحث ونزيد نمد لهم افكار اخرى، لانه ولاو يطالبوني بافكار جديده باش يديروها مشاريع. الفكره هذه اولا انا نبحث بزاف، نشوف شويه في اليوتيوب، والجميل في الامر انه كي درت الفيديو الاولى بعثت لي واحد الاخت، هذه الاخت متخصصه في مجال الشموع، نوجه لها تحيه بالمناسبه لانه كانت اخت معطاءه. قليل من تلقاي الناس اللي يمد لك مثلا سر المهنه كيما نقولوا، يمد لك الاساس كيفاش تخدمي. دونك تواصلت معايا وحبت انه تزيد تفيدني، قالت لي حنان انت بحثي ديري الموضوع تاعك وانايا نزيد نمد لك واش كاين هذوك لي زاسيس الصغار هذوك اللي ما يعرفوهمش عامه الناس. دونك بدينا هكذا نخدم لا فيديو تاعي ونشوف اذا عندها ملاحظه زوج ناجوتيهم هكذا باش يكون المحتوى مفيد وصحيح 100% قدر الامكان. نعم. حنا انت كنت قلتي انه الانطلاقه تاعك كانت عفويه بمسانده الوالده اللي نوجه لها تحيه. اكيد. اسكو كي شافي على اول فيديو درتيها واش كان العنوان تاعها؟ اول فيديو كانت كي بديت بموضوع الخطوبه. حطيت اول فيديو هي كيفاش توجدوا كيفاش ديروا ضيافه للضيف لاول مره، لانه للخطابه اكزاكتلي فون جينيرال والخطابه بلو بريسيزيمون. كيفاش تستقبلوا الخطابين هكا باش صح تتخطبوا ان شاء الله؟ خير ان شاء الله. فوالا دونك درتي لا بروميير فيديو هي على الخطبه. ايه. شكون عطاك الفكره هذه؟ سير الوالده ديالك. الوالده. عرفت. اكيد هي الوالده، راهي تعتبر هي روح القناه، هي اللي بدات بها القناه وكيما نقولوا هي اللي مدت لي الدفعه، ولحد الان راهي تتعب كيما نتعب انا قد قد، يعني ربي يبارك فيها ان شاء الله. وما ننساش ثاني الفضل للوالد، هذو زوج راهم العمودان اللي محركين. شحال الدعم تاع لي بارون والوالدين كيكونوا عندهم واحد الافكار يمدوهم لك كلمه بالك هو ما راهوش كاع فاهم يعني لو ديغولمون تاع هذاك لاشين ما عرفوش، بصح يعطيك فكره اللي هي تكون شعله ليك. اللي يخافوا باغ اكزومبل انه اولادهم خصوصا البنات انه يتوجهوا لمواقع التواصل الاجتماعي يقدموا محتوى، ولا كاين بعض الاولياء يخافوا من هاد الامور. صح. بينما هنا نشوفوا الوالده تاع حنان، الوالدين على كل حال الوالده خصوصا انها هي اللي كانت دعمتها، هي الداعم الى حد الان. بالفكره الاولى بالك حست انها مهمه جدا للبنات خصوصا. نعم اكيد. بالك اللي يكونوا فتيات أمل تاني هذا سلاح ذو حدين، يعني هي تستخدمه في شيء إيجابي أفضل ما تستخدمه في شيء سلبي. أكيد يعني أكيد أكيد. هي أصلا حطاتك في سكة سليمة جدا باش تمشي فيها. حبينا نزيدو نروحو نشوفو أون أوتر فيديو باش ما بقناش كثير وقت في البرنامج، هي تاع لفة الخمار. إيه الخمار الوردة. أكيد. شوفوا ودرجة الفيديو والفكرة تاع اليوم ممتازة جدا، ولأول مرة على اليوتيوب راح ندير لكم فيه الفكرة هذه نتاع كيفية لف الخمار بطريقة ممتازة، كيفاش تخدموا الباكاجينغ هذا الجميل جدا والعصري. ونبدأ مع أول حاجة راح نخدموا هذا القمع اللي راكم شايفينه اللي كما في الصورة. أنا مبدئيا راح نحاول نخدم لكم بطريقتين، الطريقة الأولى باش نخرجوا نفس الموديل اللي في الصورة اللي راه شايع بزاف، وطريقة ثانية راح نمدها لكم لتسهيل الأمور.
التمر. نبداو مع الطريقه الاولى اللي هي هذا القمع. انا كنت درت البلان كما راكم شايفين، رسمته في ورقه كبيره حجم A3 باش ندير درت الطول نتاع الخمار شحال نحتاج المحيط والعرض، ومن بعد خرجت هذاك التصميم تاع القمع كما راكم شايفين وحطيته في الوورد خدمته. راح نمد لكم الملف، راح تلقاوه لتحت في صندوق الوصف ولا في اول تعليق، حملوه مباشره واكتبوه هنا، تقدروا تغيروا الاسم تاعكم. انا كتبت حنان ديفا كوين. وفي هذا الفيديو اللي هي تعتبر الثالثه في سلسله صناعه لي فوندون، راحين نشوفوا كيفيه التزيين وكيفيه صناعه الباكاجينج بكل الخطوات والمراحل، وايضا كيفيه تحديد سعر البيع. ونمروا الان مباشره للادوات اللي راحين نحتاجوها في الديكوراسيون. اول حاجه طبعا هي نحتاج الورد المجفف، ثاني شيء شرائح البرتقال المجففه، عندي القرفه، عندي ليتيج، عندي نجمه الارض، القهوه، وايضا اي حاجه اخرى حبيتوا تضيفوها ممكنه، هذا حسب ذوقكم. جاي في لورانج كلير، هنا درت ميلونج بين اللون البرتقالي وبين اللون هذاك البيج، هكذا باش يخرج لي تخرج لي كولور باهيه كيما راني حابه. هنا ثاني كيما قلت لكم من قبل، اختيار الالوان ولي ميلونج ديروهم انتم حسب. فوالا انا شفنا هذوما مشاهدينا هاد الفيديو الثاني فيه ان بو دو تو، دونك من الخمار رحنا شفنا، يعني عندك محتوى مختلف في كل مرات مدي مرة، يعني كيما هنا زلنا نشوفوا في تعليق فوندون، دونك ما عندكش حاجه واحده تتكلمي فيها. نعم. عده مجالات تهتم بها النساء والفتيات. اكيد هذا هو الاصل تاع القناه، وهذا اللي خلى القناه تطلع وتكبر وترجع فيها فيها اقبال. كان انا شفت في اليوتيوب كان دي فيديو فيهم 700,000 فيو، يعني 700,000 متابعه، كاين مليون مشاهده، كان فيها زوج مليون مشاهده، يعني عندك كاين معين بزاف هايله في المتابعه خلال سنه واحده فقط قدرتي توصلي لهذا الرقم. لهذا تم تصنيفك يوتيوب صنفك ضمن الشخصيات المؤثرة ولا الحسابات المؤثرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كيفاش حكي لي كيفاش حتى لقيتي روحك دوري انت كنتي قاعده هكذا حتى بديتي تقراي في اليوم السابع وتقراي في وسائل الاعلام ومواقع باللي انت راكي ضمن العشره الاوائل. العشره الاوائل هو هذا التصنيف داروه للقنوات اللي تحلت في ذاك العام 2019، يعني القنوات الجديده اللي تقدم محتوى جديد وعندها سرعه انتشار وتاثير. انا ما كنتش سامعه بهذا التصنيف من قبل بلي موجود في اليوتيوب، والا كنت على الاقل عملت كما نقولوا والله بذلت مجهود على جاله مثلا باش نصف عليه. تما تزيدي مجهود اضافي أكيد. من حيث الصوره الاخراج. نعم لكن الامر جاء بشكل عفوي، والخبر منين سمعته يعني جاني بشكل مفاجاه. بعثت لي وحده من المتابعه تاعي شافت في فيديو واحد اخر تاع وحده اخرى ثاني صنفت ضمن العشره الاوائل، بعثت لي يا حنان شوفي رانا لقيت اسمي، بعثت لي انا كنت في صدمه ما فهمتش اسمي لا راه هنا في القائمه هذه. دونك كي فيريفيت لقيت بلي صح اليوتيوب بعث لي بلي راهي صنفت القناه تاعي من ضمن العشره الاوائل، وهذه كانت فرحه كبيره، يعني هو وسام للقناه ونجاح القناه، وهذا اصلا يعني يعود لنجاح المتابعين تاعي، ماهوش هذا النجاح تاعي فقط، لانه بلا المتابعين تاعي وبلا الوفاء تاعهم بلا الاستمرار تاعهم في المشاهده وفي تعليقاتهم الممتازه دائما يدفعوني للامام، اي حاجه نحطها اي محتوى يكونوا متفاعلين معاه موجودين دائما. طبعاً يعني هذا نجاحهم والفضل لربي سبحانه ثم عليهم. فوالا دونك ايه. شنو هما اهدافك ولا شنو هو رسالتك من خلال هذه القناه باش نختموا هذه الحلقه؟ والله رسالتي من خلال القناه والحاجه اللي انا حابه نوصلها هي انه خصوصا للشريحه نتاع الشابات ولا الطالبات الجامعيات ولا حتى الماكثات في البيت، نقول لهم باللي ابذلوا ابحثوا انطلقوا في اي مشروع حبيتوا، ما تبقاوش مربوطين بالفكره نتاع الخدمه ولا الشهاده الجامعيه اللي ما لقيتيش بها عمل، والله كي قاعده في البيت على جال فقط تستناي في الزواج، والله نقول لهم بالعكس اخدموا ابذلوا ابحثوا، كاين مشاريع فكره صغيره قدر تطوريها وتولي مشروع كبير جدا وجدا، سواء حبيتي تدخلي منه مدخول مالي ولا حبيتي توجهي منه رساله للمجتمع، لذلك نقول لهم اعملوا وواصلوا ومازال الخير قدام ان شاء الله. انت كذلك حنان انه المحتوى تاعها فيصل خصوصا كما قلتي الفقره تاع المشاريع
يعني قادره اون فام اللي ما كتب البيت ولا اللي مازال ما لقاتش خدمه عمل. تبدا بفكره صغيره تطورها الى مشروع تولي عندها بالك سا بروبر مارك. صحيح صحيح، وهذا في البدايه تاعو في القناه. اللي عجبني من خلال قناتك وخلال واش تكلمت معاك قبل ما تجي للبرنامج انه تعمل محتوى اللي يقدر به اي فتاه تبدا مشروعها الخاص وتقدر تعمله، هذا اللي نحييك على جاله. وهذا اللي خليت نستضيف لانه نستضيفك في البرنامج لانه اي فكره تقدر ترجع كوميرسياليزي، يعني تقدر ترجع تجاريه. نعم. تقدر ترجع مشروع ستارت اب، هذا هو اللي راح توجه له كل العالم، وحنا كذلك نقدر نتوجه له. صحيح. انه من خلال افكار بسيطه نمد لك فكره وانت طور الفكره هذه ومشي فيها، علاش لا دونك حتى الناس اللي ما تعلمتش ولا اللي ما قراتش ما سحفهاش الحظ انه يكون عندها ديبلوم من خلال هذه الفيديوهات يقدر يعمل شموع كما هذه نقدروا نبيعوهم ونكسبوا منهم قوت اليوم. صحيح. اي سيده تقدر ديرها. صحيح. ماهيش حاجه كبيره ولا متطلبات كبيره مستلزمه كبيره. نعم. بصحه شوفي تبدا برك. فوالا حنان ملك، انت مؤثره على مواقع التواصل الاجتماعي، يعطيك الصحه اللي راكي معنا. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا، ونتمنى لك التوفيق والنجاح. أمين. في مجالك المهني ومجالك هذا تاع ان شاء الله التاثير على مواقع التواصل الاجتماعي. يعطيك الصحه امال درويش، انت كذلك هذه الصبيحه نتلاقاو بك نهار ثلاثة إن شاء الله في حلقه جديده موضوع جديد. مشاهدينا يعطيكم الصحه اللي كنتوا معنا هذا الصباح، نتمنى ان نفدناكم في هذا الويكاند، نتمنى لكم ويكاند بون ويكاند تروحوا تزوروا فيه الاقارب العائله ديالكم، تواصلوا معنا في هذا الوقت، راسلونا كتبوا لنا، تواصلوا معنا على صفحة البرنامج برنامج 100 دقيقة على الفيسبوك وكذلك على الإيميل tv100@gmail.com، وتواصلوا معنا بكتابة أسمائنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكل آرائكم وانتقاداتكم وبكم أنتم كذلك أيها المبدعون في هذا البلاطو، هذا الصالون الجميل اللي أنا نحبه بزاف. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق التقني العامل معي هذا الصباح وعلى رأسهم المخرج أسامة. سلام.